نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. ستبقى الأجراس تقرع والتكبيرات في المآذن ترفع، والنطق بالحق لابد من أن يسمع. وأما الباطل الذي نطق به ترامب فلن يسفر له إلا عن باطل، وهو ما أكده الاجتماع الوزاري العربي الطارئ في القاهرة ليلة السبت الأحد. وحال الغضب في لبنان والعالم لن تتراجع إلى حين تراجع الرئيس الترامبي عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي. وإذا كانت مدينة المدائن القدس رمزاً للديانات الثلاث، المسيحية والإسلام واليهودية، فإن محاولة الرئيس الأمريكي ومعه حكام إسرائيل تطويب القدس للإسرائيليين لن تكون مباركة، لا بل هي في منح التقوى والألوهية وحتى التاريخ ملعونة من الديانات الثلاث وفي مقدمتها اليهودية. والدليل أن عدداً من الذين يسمون النخبة الإسرائيلية الذين ظهروا في الإعلام الصهيوني في اليومين الماضيين وصفوا إعلان ترامب بأسوأ هدية لإسرائيل، متخوفين من تداعيات مقبلة. في الغضون لبنان، على لسان الوزير باسيل في اجتماع القاهرة، أكد لا عروبة من دون القدس ولا سلام من دون القدس، وأن ما فعله ترامب هو ضد الإنسانية. باسيل دعا إلى التوجه نحو مجلس الأمن الدولي، وفيما يدفع قرار ترامب المنطقة والعالم إلى مزيد من الفوضى والتوتر واستطرادا. الحروب تنعقد القمة الإسلامية الاستثنائية في تركيا الأربعاء المقبل، ويشارك فيها لبنان على مستوى رئيس الجمهورية العماد عون، الذي شدد ويشدد على وجوب التضامن اليوم أكثر من أي وقت مضى مع الشعب الفلسطيني ومع القدس التي تحتضن معالم الأديان السماوية. الشارع اللبناني والفلسطيني تحرك اليوم باتجاه السفارة الأمريكية في عوكر، إلا أن تظاهرات الاحتجاج انتهت إلى مواجهات بين القوى الأمنية وعدد لا بأس به من المتظاهرين المتضررين أو المصرين على تنفيذ أعمال شغب أثرت سلبا في بعض زوايا النظرة إلى هذه التظاهرة المحقة بالهدف والملتوية جزئيا بالأسلوب. وإذا كان لبنان كان ويبقى وسيبقى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، ويثبت في كل مرة فعل الإرادة والإيمان والتصميم على نصرة القضية، إلا أنه في الوقت نفسه يرسل ومضات رجاء وأمل وفرح إلى الجميع، خصوصا في زمن الميلاد المجيد. ومن قلب بيروت، ساحة الشهداء والأشرفية وبشوات وعبرة ومجدليون، هذا الجو الميلادي قبل تقرير التظاهرة. بمعاني الرجاء والمحبة والفرح والتواضع والحياة المستلهمة من ميلاد السيد المسيح، أنير قلب العاصمة بيروت بإضاءة شجرة الميلاد المجيد. مهرجانات بيروت ترنم، وترانيم جوقة الأنطونية، ورعاية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب وبلدية بيروت ممثلة برئيسها جمال عيتاني، نورت العاصمة بشجرة الميلاد. وحكما البداية كان مع النشيد الوطني. عيتاني استحضر المسؤولين القيمين على الدولة والوطن، وأشار أيضا إلى مشاريع عدة مقبلة على بيروت، وزف خبر الاستغناء عن مولدات الكهرباء في بيروت سنة 2018. ومثلها حصل في ساحة ساسين الأشرفية، أضيئت شجرة الميلاد. ومن بيروت إلى سيدة بشوات البقاعية، الرعية أضاءت أكبر مغارة ميلادية أقيمت على مساحة مزار السيدي، وباحت الكنيسة الخارجية برعاية راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران حنا رحمي، في حضور حشد كبير من المؤمنين وفعاليات المنطقة البلدية والاجتماعية. منطقة العيش المشترك أيضا صيدا، إضاءة شجرة الميلاد المجيد في عبرة، وإضاءة شجرة ميلاد السيد المسيح في مجدليون. وإليكم أيضا الرونق والجمال والإبداع
في بنشعي حيث أضيئت شجرة كبيرة للميلاد. إذن تظاهرة عوكر هتفت ضد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. المتظاهرون توعدوا الصهاينة وأعوانهم بالمواجهة والنضال حتى التحرير، لكن بعض المعتصمين والمتظاهرين نفذوا عمدا أحيانا وعن غير عمد أحيانا أخرى أعمال استفزاز وشغب. هي بيروت فلسطينية الهوى، هبت لنصرة القدس، رسالتها وصلت إلى البيت الأبيض رفضا وتنديدا واستنكارا لقرار سيده بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ومن أمام السفارة الأمريكية في عوكر على الصوت في تظاهرة حاشدة أحرق خلالها المتظاهرون مجسما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعلم الإسرائيلي. إن جدائب القسام يدها على الزناد وهي مستعدة وجاهزة للرد بإذن الله تبارك وتعالى. الولايات المتحدة الأمريكية هي رأس الإرهاب العالمي الذي يجب مقاومته. هذه التظاهرة التي انطلقت اليوم هي التعبير الأول للغضب والاستنكار والشجب لقرار الأمريكي لنحرر فلسطين، كل فلسطين، ونستعيد القدس، فالقدس الشريف هو قدسنا. نقف فلسطينيون ولبنانيون وأحرار عرب لنقول له لن يمحى تاريخ القدس بجرة قلم منك. التظاهر الاحتجاجية تحولت إلى مواجهات وأعمال شغب، وشهدت ساحة عوكر حالة كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، فهؤلاء حولوا التظاهر عن مسارها السلمي وقاموا بالعديد من أعمال الشغب، وحاولوا اقتحام الباب الحديدي والأسلاك الشائكة الفاصلة عن مبنى السفارة، فرشقوا القوى الأمنية بالزجاجات الحارقة وحاولوا نزع الشريط الشائك وأشعلوا مستوعبات النفايات، ولم تنفع الدعوات للالتزام بالتعبير عن الرأي من دون إحداث أعمال شغب، فعمدت القوى الأمنية إلى تفريق المتظاهرين من خلال استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وتم التحذير من قبل بعض المشاركين بوجود مقنعين بين صفوف المتظاهرين، وكانت المواجهات تهدأ بعد الوقت لتعود وتشتعل من جديد، فتدخلت عناصر مكافحة الشغب وعمدت إلى فض الاعتصام بالقوة. وفيما أفاد الصليب الأحمر عن معالجة 40 مصابا في مكان التظاهرة ونقل 3 جرحى إلى المستشفى، أوقفت القوى الأمنية على خلفية أعمال الشغب 10 أشخاص على الأقل للاستماع إلى إفاداتهم. وفي ردود الفعل على أعمال الشغب التي شهدتها التظاهرة أمام مبنى السفارة الأمريكية في عوكر، شدد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن عوكر ليست غزة والقوى الأمنية اللبنانية ليست إسرائيلية، مشيرا إلى أن ممتلكات المواطنين الخاصة والعامة ليست مباحة للاعتداء عليها، قائلا: أفعال التضامن والتظاهر لدعم القدس لا تعني استباحة القوانين اللبنانية. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من جهته لفت إلى أن السماح بتحويل عوكر إلى ساحة لبعض المشاغبين للتعدي على الجيش اللبناني وعلى أهل ومحلات هذه المنطقة المسالمة الآمنة هو عار على هذه السلطة التي لا تستقوي إلا على من يدافع عن لبنان. وزراء الخارجية العرب رأوا في اجتماع طارئ أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خرق خطر للقانون الدولي. كذلك أشار البيان الختامي إلى سعي عربي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد تناقض القرار مع قرارات الشرعية الدولية. بعد العزلة الدولية التي وجهت بها واشنطن في مجلس الأمن، أجمع وزراء الخارجية العرب الذين عقدوا اجتماعا طارئا في القاهرة لبحث قضية القدس على رفض قرار ترامب، مطالبين واشنطن بالتراجع عنه.
وأكد البيان الختامي السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية. وطلب وزراء خارجية الدول العربية الولايات المتحدة بإلغاء قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والانضمام إلى المجتمع الدولي في مطالبتها بإعادة الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلتها في حرب 67. وقالوا إن القرار الأمريكي بشأن القدس يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار. وأضاف البيان إن الوزراء يؤكدون رفض القرار الأمريكي وإدانته واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوة الدول المختلفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما وقرر وزراء الخارجية عقد اجتماع آخر لهم في موعد أقصاه شهر من الآن لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات، بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية التي ترأس الدورة الحالية للقمة العربية. وفي كلمته في اجتماع القاهرة قال الوزير جبران باسيل إن مدينة القدس لا يمكن أن تكون لدولة أحادية، وإن لا سلام ولا عروبة من دون القدس. والقدس لا يمكن أن تكون لدولة أحادية ولا مكان للأحادية بيننا، فالقدس لليهود والمسيحيين والمسلمين، ونحن أبناء إبراهيم وعيسى ومحمد، وكلنا بدنا نصلي بالقدس، وما فينا نتخيل ان نسمح لاسرائيل انه يطلع على بالها شي يوم تمنعنا ان نصلي بالقدس. لذلك انا لست هنا باسم لبنان لاستنكر عملية سلب، ولا لاستذكر هوية عربية نحن من صناعها، ولا لاستفسر عن انتماء عميق يراد اضاعته في نزاعات إلهائية تريد تقسيمنا إلى ملل ومذاهب، إلى قبائل وعوائل، وتحويلنا أمة مفتتة يستسهل إهانتها وسرقة رموزها واختصاب أرضها، بدلا أن تكون رابطة تشارك يجمعنا فيها العلم والتطور والحوار. وأنا بالطبع لست هنا لاستصدار بيان عقيم أو إدانة رمزية يمحى حبر ليلها ويستهزأ بها من سامعيها. نحن هنا لأن عروبتنا لا تتنازل عن القدس، ونحن في لبنان لا نتهرب من قدرنا في المواجهة والمقاومة حتى الشهادة. التظاهرات المنددة بالقرار الأمريكي عمت معظم دول العالم. لليوم الثالث على التوالي لم يهدأ الشارع العربي والغربي والإفريقي المناهض لقرار ترامب المشؤوم بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل. موجة الغضب العارمة اجتاحت دول عدة وعبرت القارات، والوجهة كانت أمام السفارات الأمريكية في العالم. ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة شهد قطاع غزة خروج آلاف الفلسطينيين في مسيرات احتجاجية غاضبة، وبالتزامن خرجت تظاهرات في الأردن ومصر وتونس والصومال واليمن، مرورا بتركيا وباكستان وصولا إلى ماليزيا وإندونيسيا. الدول الغربية أيضا شهدت ساحاتها احتجاجات عارمة، فخرج المئات في برلين ولندن رافعين الأعلام الفلسطينية، كذلك بروكسل حتى أثينا، حيث ردد المتظاهرون شعارات مناوئة للسياسة الأمريكية. في البقاع سلسلة مواقف لحزب الله وحركة أمل تندد بقرار ترامب. أكد النائب كامل الرفاعي أن قرار ترامب لما أعلن لولا تخاذل بعض الأنظمة العربية التي سهلت ذلك. كلام الرفاعي ورد في خلال لقاء تضامني مع القدس نظمته فعاليات بعلبك الهرمل في قاعة نادي شبيبة في المدينة بمشاركة المطران اليسر حال وأحزاب لبنانية وفلسطينية. وتوالت المواقف ضد قرار ترامب في المناسبات الإنمائية أيضا، إذا اعتبر وزير الزراعة غاز زعيتر ممثلا بمدير الشؤون البلدية في حركة أمل عباس مرتضى أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يضع الأمة العربية والإسلامية أمام عدوان جديد، وهي مدعوة لمواجهة ما يجري بتاريخ الأمة وبخيار التفاوض والتسوية. وزير الصناعة حسين الحش حسن بدوره تحدث في الإنماء معلنا أنه سيصل خلال الأيام المقبلة لرؤساء بلدية البقاع قرار بإقفال بعض المصانع في بلداتهم،
ومشيرا إلى أن هذا الإقفال سيكون مؤقت حتى تسوية أوضاعهم. وفي احتفال تكريمي في دار حصبية أقامه النائب أنور الخليل على شرف سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن في حضور عدد كبير من الفعاليات وأهالي المنطقة، شكر الخليل للسفيرة الأوروبية اهتمامها الإنمائي بالمنطقة، وندد الخليل بقرار ترامب المتعلق بالقدس ورأى أنه يجهد أي عمل للسلام، وأشار الخليل إلى القلق اللبناني. انطلاقا من موقعه الجغرافي واستهدافه الدائم من قبل جيش الاحتلال والانتهاك المتواصل لسيادته، فضلا عن استضافته نحو 500 لاجئ فلسطيني على ارضه، ان القرار الامريكي ايها الاخوان اجهض عمليه السلام وتجاهل عمدا عن كافة القرارات الدولية ذات الصلة، ومنها القرار 181 الذي أقر بوجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والقرار 242 الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في العام 67. والأهم بالنسبة إلى لبنان القرار رقم 194 الذي نص على حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، فضلاً طبعاً عن القرارين 425 و1701. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لفت إلى أن قرار ترامب مناف ومخالف لقرارات الشرعية الدولية. إنه بذلك يخالف قرارات الشرعية الدولية ويتحدى الإرادة الدولية والإقليمية ويوجه صفعة للفلسطينيين والمسيحيين المشرقيين والمسلمين وكل العرب، ويهدم جسور السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية، ويشعل نار الانتفاضة الجديدة، ويحول أورشليم مدينة السلام كما تعني إلى مدينة حرب، وبكل ذلك اعتداء على قدسية المدينة المقدسة وعلى الله. فمن الواجب العودة نهائيا عن هذا القرار الهدام واعتباره كأنه لم يكن. ومن دير البلمند بطريرك الروم الأرثوذكس لأنطاكيا وسائر المشرق يوحنا العاشر يازجي دعا العالم أجمع إلى الوقوف ضد قرار ترامب، مشيرا إلى أن هذا القرار يطعن الإنسانية ويولد حروبا. ستبقى القدس العربية مدينة للإخاء والسلام والمحبة والعدل، هذا ما قاله وشدد عليه. ستبقى حقيقة عربية تتجلى فيها رحمانيتنا ومنارة مقدسة تلفت إليها جميع الأبصار وتجذب كل القلوب المؤمنة بالله، بأن قرار الولايات المتحدة الأخير الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل السفارة الأمريكية إليها لا يشكل انتهاكا للشرعية الدولية فحسب، بل يعتبر أقصى الظلم بحق الشعب الفلسطيني وتعديا عليه وعلى مستقبله، كما أنه يشعل فتيل الحرب ويقتل كل المحاولات الهامة إلى إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية التي كانت ولا تزال جرح العالم النازف. رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطل حنا الذي سار أمس على رأس تظاهرة من 4000 مقدسي مسيحي في اتجاه كنيسة الإيامي وأقام القداس في الكنيسة، أكد اللحمة القوية بين المسيحيين والمسلمين في فلسطين، مشددا على أن أي اعتداء أو على أي معلم ديني هناك هو اعتداء على المسلم وعلى المسيحي،
وفي حديث من عمان للزميلة ريما صيرفي أضاف المطران حنا: نحن شعب واحد ونحن كنيسة واحدة ونحن قضية واحدة. نحن في فلسطين عندما يعتدى على الأقصى نحن نؤمن أن هذا الاعتداء لا يستهدف فقط المسلمين وإنما يستهدف كل الشعب الفلسطيني، وعندما يعتدى على مقدساتنا وأوقافنا المسيحية يعتدى على كل الشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن عندما تواجدنا في باحات الأقصى وذهبنا إلى جانب إخوتنا المسلمين لكي ندافع عن الأقصى، هذه الصورة حقيقة هي تعبير عن ثقافتنا كفلسطينيين، عن انتمائنا كفلسطينيين. هذه هي فلسطين. لا يمكنني أن أتحدث عن القدس بدون الكنائس والمساجد، بدون الأقصى والقيامة، بدون المسيحي والمسلم. نحن شعب واحد، جرحنا واحد، نزيفنا واحد، قضيتنا واحدة. نحن ذهبنا إلى الأقصى لكي نقول لإخوتنا المسلمين بأن من يعتدي على الأقصى يعتدي على المسلم ويعتدي على المسيحي. وبعد أيام عندما ستكون عندنا أيضا تظاهرات ولقاءات احتجاجية على محاولات الاستيلاء على الأوقاف المسيحية، سوف نرى إلى جانبنا فضيلة المفتي ورجال الدين المسلمين. هذه هي فلسطين. نحن حقيقة ننظر إلى التعديات على مدينة القدس على أنها تعديات على كل الشعب الفلسطيني، تستهدف كل الشعب الفلسطيني، لا تستهدف طائفة دون الأخرى أو جماعة دون الأخرى. أهلا بكم من جديد. غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا: لم يفعل الرئيس الأمريكي شيئا جديدا، ذكر العرب بأن القدس محتلة منذ 50 عاما وأسقط بذلك كل الأقنعة من أنظمة وحكام وسلطات وهمية تحت الاحتلال. وأضاف: ما الإدانة إلا ظواهر صوتية فارغة وتافهة، وحدنا في لبنان وعلى الرغم الانقسام نملك الصدقية التاريخية في المقاومة، وكل التحية لشعب فلسطين. وزير الإعلام ملحم رياشي غرد عبر تويتر: الخزعلي مر من هنا، خرق للنأي بالنفس، لا يجب أن يمر، 3 نقط، من هنا لبنان. وفي القصر الجمهوري إطلاق الحملة الوطنية للتحريج بحضور الرئيس عون والسيدة الأولى. بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والسيدة الأولى نادية شامي عون، أطلقت الحملة الوطنية للتحريج 2017-2018 في القصر الجمهوري في بعبدة. رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكوز أكدت أن التحدي كبير، مشيرة إلى أهمية التوعية. التحدي بلبنان كبير بكل القطاعات، وأكيد قطاع البيئة أنا بالنسبة لي يمكن عنده الأهمية، قطاع الاقتصادي، قطاع التربوي، يعني كل القطاعات مهمة، وهي شوي يمكن مبادرة رئاسية هي للتوعية أنه هذا القطاع منه ثانوي، ونحن بلا غبات وبلا أشجار ما فينا نتنشأ الهواء اللي نتنشأه. هلأ هو المهم التطبيق، يعني هي استراتيجية 40، برنامج 40 مليون شجرة عملت استراتيجية بوزارة الزراعة، هلأ هو مهم التطبيق. اليوم أول حملة وطنية، وعقبال أنه كل سنة رح يصير في حملة تحريج مثل هالسنة. وزير الزراعة غازي زعيتر الذي نوه بمواقف رئيس الجمهورية بما خص القدس، لفت إلى أن مساحة لبنان الخضراء يجب أن تصل إلى 20%. رمزية المناسبة أيضاً أنها غرس شجرة زيتون في حديقة القصر في الزمن الذي يستباح فيه مهد السيد المسيح عليه السلام، ويعتدى على مدينة القدس الشريف أرض القداسة والعروبة، ونحن هنا مع فخامة الرئيس وخلفه في المواقف الوطنية والقومية التي أطلقها بمناسبة الاعتداء أو العدوان على القدس الشريف في فلسطين.
وتحدث كل من مايا كنعان ومارك بيروتي حول الشوكولا الذين تمكنوا من إنتاجه والذي سيوزع خصيصا في قصر بعبدة. أنا أول ما فكر الرئيس ميشيل عون فكر بالأرزة، وما في أكتر من الأرزة رمز للبنان، وهيك فكرنا نعمل شيء على نكهة الأرزة، وقدرنا إفكتيفمان أنه نستخرج رحيق يعني الإسانس تبع الأرز واللزاب ونعمل منه شوكولا. كيف بيتم استخراج الأرز؟ يعني هي بتتأثر، يعني بتلم من الشجر أكيد، وبعدين كيف مثلا بيعملوا العرق بزيت الطريقة التقطير، فمنجيب كميات ومنقطرون وبيطلعنا الإسانس. وفي ختام الاحتفال غرس رئيس الجمهورية والسيدة الأولى والوزراء شجرة زيتون، تزامنا يتم غرس الأشجار في مختلف المناطق اللبنانية. سوق الميلاد في بكفية مستمر، والرئيس الجميل يدعو إلى تعزيز الوحدة والألفة. بيير البيع. للميلاد في بكفية طعم آخر، إذ أن الطبيعة تزين نفسها بنفسها، فلست بحاجة لشجرة عيد عملاقة تنافس مثيلاتها في البلدات الأخرى، فأرزات ساحة بكفية الدهرية هي زينة بحد ذاتها، فكيف إذا أضيفت إليها أجواء العيد من أكل وترانيم وريسيتالات ميلادية ونشاطات ترفيهية للأطفال. الرئيس أمين الجميل قرع جرس انطلاق هذه الاحتفالية التي ستستمر حتى 23 من الشهر الحالي. منذ القدم كان بكفية مدينة الانفتاح، ودائما كان منفتحة على كل مناطق لبنان على مدى عقود من الزمن. وقت ما أنا بتذكر ومثل ما نحن بتذكر عن أهلنا، كان دائما بكفية هي مدينة الانفتاح، مدينة اللي بترحب بكل الزائرين وبكل المحبين. نحن بهالمناسبة هذه عم نستعيد تراث عريق طويل، نتأمل أنه يكون هذه رسالة لكل اللي بيحبوا السلام، كل اللي بيحبوا الاستقرار الحقيقي المبني على السيادة وعلى الحرية وعلى الديمقراطية، اللي بيحبوا هالأيام فأهلا وسهلا فيهم. ننضم كلنا لبعضنا البعض إيد بالإيد والكتف بالكتف حتى نقدر نعمر هالبلد ويرجع أحلى مما كان. رئيسة بلدية بكفية السيدة نيكول جميل شددت على أن الهدف من هذا النشاط هو رسم البهجة على وجه كل من يأتي إلى بكفية. احنا عم نفكر بالكل، عم نفكر بيلي معنا بيلي تركونا وبيلي كل حوالينا، يمكن في ناس ما بيفكروا معهم. احنا بنقولهم انه بالهالعيد نحن عم نفكر بالكل، ونحن عم نصلي للكل وبنتملى للكل عيد مبارك، ونتمنى ليلي سبقونا يصلوا لنا لدايما نكون على حد ظنهم، ونضلنا عم نشتغل وعم نسعى للبنان أفضل. تلفزيون لبنان جال على أصحاب الأكشاك التي أنشئت خصيصا لهذه المناسبة، والتقى الصغار أيضا. العالم تتعودت سنة ورا سنة، يعني هلأ تقريبا صارت إذا بدك دينامو بكفية هي المهرجانات اللي عم تنعمل بكذا فترة. يعني عندك عيد الزهور، الدراء، وهلأ هون نوال، يعني هيدا يعني كل بكفية كلها هون بتكون بالساحة، وبيجوا من غير مناطق، يعني من صارت عم يجوا من غير مناطق يعني تيشوفوا بس شو في ببكفية. بس أنا مسافرة على كتير دول أوروبية، خاصة على مارشي دو نوال، وشايفة كتير يعني من فرنسا، من أستريا، من جيرماني. بس جيت لهون ما حسيت في شيء اختلف، لبل هون حسيت بروح اللبنانية، يعني هيدا روح التعاون الحلوة اللي بتعقد ليك الزينة بتجنن. مثل العادة بكفية على طول العانة بالصيف وبالشتاء، بدعي كل اللبنانيين يجوا ويشوفوا قد ايه حلوه الاجواء هون مثل العادي يعني. ونحن بنشكر رئيس البلديه شيخه نيكول جميل، صراحه ببيض الوجه دائما مثل العادي. انا دائما مبسوط لما بشوف بكفيه هيك مجتمعه، كل العالم سوا، كل العالم عم تسلم مع بعض. شيخ بيير بيحب انه نكون هيك ببكفية، هو اكيد هو من فوق شايفنا وكتير مبسوط، وانا اكيد من هذا الشيء. نحن عم نعمل جوفر على ميلكا اوريو وميلكا وايت وعلى نوتيلا وعلى مربى فريز. رح ندوقك هلا البيستو باحلى عيد ميلاد ببكفية. ندعي كل العالم تجي تزورنا يقطع كل الستاندات. انا طالب جيتار الكتريك جديد، جايب لي سير شي شغل راسي فيه انه هيك شي مثل تشيس وشي كادو نينتندو سويتش. هو مهرجان من نوع اخر يجمع مأكولات الميلاد، الترانيم والتراتيل، ويجمع الامسيات الميلادية، والاهم انه يجمع اطفال بكفية وكل لبنان في هذه البقعة من المتن الشمالي.
من بكفية بيير البيع ريس بدر تلفزيون لبنان. وفي الفن وليد علاء الدين لبناني يتنافس مع مشتركين من دول عربية مختلفة على لقب منشد الشارقة للعام 2017. وسيم عرابي. عبدتك ربي عبادة حب لعلم يقينا بأنك تعبد. تأهل اللبناني وليد علاء الدين إلى المرحلة الثانية في مسابقة منشد الشارقة بنسختها العاشرة، والتي تقام في إمارة الشارقة على مسرح المجاز بإشراف خبراء وفنانين على رأسهم الفنان التونسي لطفي بوشناق. وبذلك يكون علاء الدين من ضمن 10 حجزوا مقاعدهم في المرحلة المقبلة، بعدما تم اختيار 13 من أصل أكثر من 800 متبار من مختلف الدول العربية. أحن إلى لقياك يا رب راضي. التصويت للمرحلة الثانية بدأ وهو يتوقف يوم الجمعة المقبل، وعلى صفحته عبر موقع فيسبوك أطل علاء الدين شاكرا كل من دعمه في المرحلة الأولى، وتمنى استمرار الدعم والتصويت لنيل اللقب لهذا العام. أنا صرت بالمرحلة الثانية، السهرة الثانية حتكون إن شاء الله نهار الجمعة الجاي الساعة 6 بتوقيت لبنان. بدنا نرجع نجدد الهمة ونرجع نجدد النشاط. التصويت بلش من شوي على نفس الرابط اللي كان موجود، يعني نرجع نفوت على الرابط ونعيد التصويت من تاني وجديد. المنافسة صارت قوية، فما تنسوني من الدعاء وما تنسوني من التصويت. المنشد وليد علاء الدين تميز بحضور لافت وأداء دفع لجنة التحكيم إلى الثناء عليه، فهل يحصد لبناني جديد لقبا جديدا؟ في الملف اليمني، بن زايد يرى أن الحل مهم في اليمن شرطة ألا يكون على حساب المنطقة، والجيش اليمني يسيطر على مدينة الخوخة في محافظة الحديدة. تجديد إماراتي على لسان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على أهمية الحل السياسي في اليمن، مع التجديد على ألا يكون ذلك على حساب أمن واستقرار المنطقة أو تمكين ما وصفها بالميليشيات العسكرية التي تعمل خارج نطاق الدولة وتمثل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة السعودية والمنطقة. بن زايد وفي خلال استقباله وفدا من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، رأى أن الصواريخ التي أطلقت على مدن سعودية بدعم واضح من قوى إقليمية تريد نشر الفوضى والخراب في المنطقة. هذا في المواقف، أما في الميدان فقد عمت الأجواء الاحتفالية مدينة الخوخة الواقعة في محافظة الحديدة اليمنية، وذلك بعد انتشار قوات الجيش اليمني في شوارعها، فيما تواصل بقية الوحدات وبدعم من التحالف العربي زحفها في اتجاه الشمال، وقد تمت السيطرة على ميناء الحيمة الذي تم تأمينه بالكامل. في الغضون قتل 26 حوثيا في غارات للتحالف على معسكر شمال غرب اليمن. وإلى سوريا، حيث وفد النظام السوري يعاود انضمامه لمفاوضات جنيف، وداعش يعود إلى إدلب بعد 4 سنوات من طرده منها. بعد تحذيرات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا من تداعيات تعطيل أي فريق لمفاوضات جنيف، وبعد ضغوط روسية، عاد وفد النظام السوري إلى جنيف لاستئناف المحادثات بعد غياب استمر حوالي الأسبوع. الطائرة التي تنقل مبعوث سوريا للأمم المتحدة رئيس وفد التفاوض السوري بشار الجعفري هبطت وفق مراسل رويترز وسط عاصفة ثلجية في رحلة آتية من بيروت. في المقابل، أفاد أعضاء في وفد المعارضة السورية أن ضغوطا أوروبية وأمريكية مرست عليهم لتجميد مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد والقبول بتمثيل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في المباحثات. هذا فيما خص مسار الحل السياسي. أما في الميدان، وبعد أيام فقط من دخول قوات تركية إلى المنطقة، سيطرت مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي على أراض في شمال محافظة إدلب بعد اشتباكات مع تنظيم هيئة تحرير الشام بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتأتي هذه السيطرة بعد نحو 4 سنوات من طرد التنظيم من المنطقة. في الغضون، أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد 4 خروق في حلب واللاذقية خلال الساعات 24 الماضية. ختام النشرة، وإلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، نشكركم وإلى اللقاء.